وينكم؟ جهزت لكم موضوع عجيب. بما أننا تكلمنا عن الخلطة الثلاثية، اليوم بحط خيار آخر. أول شيء ميزة عن الخلطة الثلاثية إنه آمن للحامل والمرضع، يعتبر جزء من عنايتك. يعني أنت بتحطين كريم نهاري، هذا منه تفتيح ومنه كريم نهاري. بتحطين عنايتك الليلية مقسمة، فيها حماض فواكه وفيها مرة واحدة أشياء ترطب البشرة وتشد البشرة، وايد ممتاز. غير كذي ان في بنات ما يحبون الكورتيزون حتى لو فتره قصيره، معنا بالخلطه الثلاثيه كثير من البنات والمتهم وما صار عندهم مشاكل، وفي بنات لا ما يحبون او يخافون من الكورتيزون او الهيدروكوينون. هذه خاليه من هذه المواد، منها عنايه بنفس الوقت، ومنها كذلك فيها تفتيح وفيها حمايه حتى، ترى من ضمن الاشياء اللي بتكلم عنها اليوم. الصبح البنت شنو تحتاج؟ تحتاج شيء ترطب فيه البشرة، وشيء بعدين حق حماية أو تجدد فيه الحماية. هذا الوايت 3 تراي أكشن كومبلكس أنتي سبوت ترى وايد ممتاز. ليش دكتورة؟ أول شيء ترى فيه الألفا أربتين وفيه أحماض الفواكه، غير كذي فيه نسبة ترطيب وفيه نسبة حماية. إنزين، وبعدها أنا طالعة طول النهار حاطة ميك أب أبجدد حمايتي، تقدرون تستخدمون هذا السبراي. هذا السبراي بنات اللي أحطه بجنطتي لما أروح النادي، لما أطلع مشاوير، وايد حلوة ريحته. وكذلك عندي عدة أنواع من السبراي، بس هذا كذلك ممتاز حتى لو ما كنت حاطة ميك أب، تبي تجددين حماية ترشين فيه وممكن تفردين المتبقي على وجهك عشان تجددين الحماية بخطوة جدا حلوة. فبالتالي أنا مو بس مستخدمة شيء يفتح بشرتي، لا، أنا مرطبة بشرتي ومغذيتها وكذلك في نسبة حماية، وإذا بجددها هذا السبراي معه. فهذه خطوتين الصبح سهلين جدا. شوفوا الحين بالليل شلون مقسمت لكم إياهم، شايفين هذيل الصبح وشلون شرحت لكم اياهم؟ زين دكتوره ليش هذيلا بالليل؟ انا ايش قلت لكم بكريم النهار فيه؟ فيه احماض فواكه عدل وفيه الفا اربتين، بس هل تتوقعون بنسب عاليه يكون الصبح؟ احنا اساسا بنحط معاه حمايه وبنجدد الحمايه بعدها، هل بيكون بنسب نفس ما راح يكون بكريمات الليل؟ لا، فراح تحتاج تستخدم الوايت سكن. هذا شنو فيه؟ فيه الفا اربتين بنسب اعلى من الكريم اللي موجود الصبح. بنات ركزوا معي، وفيه لاكتيك اسيد وفيه زنك اوكسايد. يعني شنو هالتركيبة خيالية؟ والحلو فيه انه تحطينه بس على التبقعات الموجودة بالجلد، وكذلك الحلو فيه انه مو بس على بشرة الوجه، يعني تقدرين تحطينه على الوجه، على الخد، وتقدرين اذا في بقع بجسمك ممكن تحطينه عليه، تحطينه فقط على البقع، واذا كانت منتشرة تحطينه على كامل الوجه بالليل. هذا الشيء الروعة القطارة، هذه احماض الفواكه 10%، فاكيد احماض الفواكه المرطب النهار اللي جامع الشيئين هذيل الفا اربتين واحماض الفواكه مو نفس النسبة، فهذا احماض فواكه 10%. يعتبر مقشر وبنفس الوقت فيه ترطيب، فيه اليوريا، فحلو انك تحطينه على كامل الوجه عقب ما تحطين هذا. تمام بنات؟ ومكتوب فور اول سكين تايبس، لان 10% حماض فواكه. فانت بالنهايه انت شنو مسويه؟ مرطبه الصبح وحاطه حمايتك، واذا بتطلعين معاك تجديد الحمايه، هذا كله مهم. ليش انا حاطه تجديد الحمايه؟ لان انت بتفتحين بشرتك، انت مو بس تبين ترطيب وتبين مركبات وكذي. ففهمتوا بين الخلطه الثلاثيه الفرق بين ترى الخلطه الثلاثيه ثلاث كريمات، يعني هذا ترى ثلاث كريمات بس حتى التجديد حطت لكم اياه سبراي. الخلطه الثلاثيه هي علاجيه للتصبغات، إذا البنت ما تبي تستخدمها حرة طبعًا، إذا ما تبي تستخدمها فهذه من الخيارات اللي هي منوعة، من الخيارات الممتازة، لأن مو بس راح تفتح، لأن هذه عناية والله، فيها كريم نهاري، فيها كريم ليلي، وفيها تقشير أحماض الفواكه الرائع. بنات راح أحط لكم الطريقة. من أسباب التصبغات الشمس، والشمس موجودة سواء صيف سواء شتاء، فحماية البشرة منها لازم. يعني هذه احد اسباب التصبغات. الاشياء الثانيه عاد عوامل وراثيه، والله البنت ما قاعده ترطب عدل، هذا منه ترطيب ومنه تجديد، وعندك بالليل هم ترطيب، وعندك شيء حق البقع الموضعي، وعندك كذلك مقشر حمص، فهذه كلها متكامله. على فكره هذا ريحته خيال، هذا استخدمه حتى لما اطلع من النادي اذا بجدد حمايتي. اذا كنت حاطه ميك اب قوي، حاطه
حاطه ميك اب وايد وتجددين حمايه رشي من بعيد، واذا لاحظتي ان في نقط شويه لانه هو مثل صائر سائل، اذا حطي نقط شويه حطي الكنكسه وطبطبي عشان يروح، مو تقعدين تفردين وتخربين الميك اب. فوايد حلوه المجموعه بنات، بكتب لكم شرحه، وعلى فكره راح اقول لكم العرض الان. فشفتوا ليش تنفع للتفتيح؟ اول شيء هي جزء من العنايه، انت بتحطين مرطب بتحطين، تجددين حمايه بتجددين، بالليل بتحطين كريمات او بتحطين تقشير، هذا احمر فواكه 10% بسيرم قطاره زجاج يعني محفوظ عدل، وكذلك عندك الكريم الموضعي اللي ممكن تستفيدين منه على الوجه او حتى مناطق الجسم اللي يكون مركز فيه الالفا اربوتين وفي اللاكتيك اسيد وفي كثير من الاشياء، ومنه الزنك اوكسايد اللي يعطي طراوه، يعني تفتيح وطراوه بنفس الوقت حق البشره عشان ما تجف. وايد حلو، راح احط لكم الشرح، وعرضهم وايد قوي كرسي، والحين طبعا لان كلهم بلاك ما ادري وايت فرايدي وهالاشياء كلهم نص السعر، ترى هذه المجموعه من قبل متكلمين عن تركيباتها ومتكلمين عنها يمكن كانت شيء 90، الان نص السعر لمده محدوده. الله يوفقهم، والمجموعه روعه.